طيارة ضب الشنطة ومن لبنان طار بأول طيارة عالهوارة الهوارة طلبوا العاهل بزيارة ضب الشنطة ومن لبنان طار بأول طيارة من الرحلي ما في محروق ودعنا وفكر وإلقان طاروا قلبه ورح بيدوب شو بدهن منه العربان مش حاسب سعد الحبو بيقلو عالوصل السبهان يا سعد بطارة المكتوب وبتفل من الوزارة عالهوارة الهوارة طلبوا العاهل بزيارة طب الشنطة ومن لبنان طار بأول طيارة نحن بموطننا عطول تعودنا نضل نعاني رحنا غرطة مش معقول بين سعودي وإيراني معرفنا مين المسؤول وصار الشعب اللبناني يستحل الماضي ويقول ما أحلاك يا جارة عالهوارة الهوارة طلبوا العاهل بزيارة طب الشنطة ومن